عندنا تقرير مهم جدا بيبين قد ايه الست عناديه بطبعها. كاميرا البرنامج المره دي هتروح تشوف الست ام محمد. مين الست ام محمد؟ الست ام محمد راحت مقرره ان هي تشتغل في مجال الكاوتش، الاطارات العربيات او السيكلات، عجلات يعني، تصلح، تغير، تلحم، تنفخ. قصه فيها تاكيد على ان الستات بياكدوا كل يوم ان هم حقيقي قادرين ان هم يعملوا اي حاجه في اي وقت باي طريقه، مفيش حاجه تقف قدامهم، وانهم دايما قدها وقدود. تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني نكمل الكلام. انا ام محمد، عندي 42 سنه، من 2000 بقالي 23 سنه شغاله في الورشه من بدايه ما اتجوزت. ان رحلتي مع جوزي محتاجني نزلت وقفت معاه وساعدته. كان مجهود وتعب عليا، بس الحمد لله ربنا قواني وقفت معاه وساعدته. كنت اولد العيل واقعده في الورشه واشتغل، والحمد لله على كل شيء. جوزها بقالي 23 سنه، من اول ما اتجوزت لقيته محتاجني نزلت وقفت معاه. لقيته انزل اساعده، يروح يجيب بضاعه، يجيب حاجه، اساعده في اي حاجه، يجي زبون عايز حاجه اعملها له، والحمد لله. كان بينزل محمد يقف معايا لما كبر، بقى يساعدني شويه بشويه. طب معايا محمد، معايا 3 اولاد، معايا محمد في رابعه جامعه نظم، ومعايا مصطفى في ثالثه ثانوي عام علمي، ومعايا مارك في ثالثه ثانوي. كنت اولد العيد من دول وينزل يقعد الف وانيمه جنبي في الورشه واشتغل، وربنا قواني والحمد لله. محمد كان بينزل يساعدني، علمتهم معاهم شهادات بسم الله ما شاء الله. معايا محمد اللي بيشتغل، معايا محمد اللي بيعرف، اللي شاطر في الصنعه، ومعايا اولادي علمتهم، ومعايا محمد شاطر بيشتغل في الصنعه دي. انا بنصح الشباب انهم يسعوا ويشتغلوا. قعده القهوه دي ما منهاش فايده، العمر بيجري بيهم، وطول ما البني ادم بيسعى وبيدور هيلاقي ان شاء الله. عادي خالص، عادي، بنتكلم في فاصل عادي، بنعبر عن نفسنا. بس دول حاجه مفيده والله، وعايزين يا حد يرد علينا يا جماعه. منى كانت بتسال على، اولا طبعا احنا عاوزين نحيي الست الجميله اللي هي بتشتغل في مهنه باشمهندس عجلتي او وسط عجلتي. ايوه، بس طبعا بنحييها وبنحيي كل الست المصريه وهنتكلم. بس واحنا بنتكلم عشان احنا نبرر نضحك على ايه؟ منى سالتني على السمك. فشلت في حياتي على السمك البلطي. لا قبل السمك، انا بقول لك انا فشلت ان انا اتعلم العجل ده خالص، يعني ان انا اسوق العجل لازم كنت اقع واتعور وبتاع. انت عارفه يعني احنا بنضحك لان كل واحده فينا عندها تحدي. يعني انا مثلا غاويه جدا اغير اللمض اللي في البيت، فاحنا غيرنا من الست ام محمد ان هي قد كده، يعني اسم الله ما شاء الله، يعني قويه وما عندهاش اي مشكله. اصل مهنه الشغل في الكاوتش ده شغلانه صعبه بكل المقاييس، فاحنا غيرنا. فقلت ايه، فانا قلت انا بحب اغير اللمض وبحب اعمل كذا. فهبه بتفكر هي هتعمل ايه. بصراحه انا عايزه اريح، انا عايزه اعمل زي العجينه بتاعت شيف محمود. لا بجد ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك في صحتها وعمرها. انا عايزه اتدلع شويه. يوفقها بجد. ستات مصر والله ما سابوش حاجه الا ما اشتغلوا فيها، يعني ما فيش حاجه اسمها ست وراجل. جدعان، هي اراده، عنده اراده وتحدي وعندها عايزه تكمل، عايزه تكمل. بس هل بقى السؤال اللي جاي بقى، طبعا كل التحيه للست ام محمد، واحنا دايما هنكون حريصين هنا في البرنامج ان احنا نقدم لكم النماذج المحترمه الجميله الملهمه القويه اللي عندها اراده وتحدي دي، عشان يعني نرج شويه ستات كتير قاعدين بيتفرجوا قاعده يا مش قادره، اصلي مفرهده، يو بقى ما، طب انا هعمل ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، اتفرجي وتعلمي اهو. قصدك حاجه؟ لا يعني مش قصدي، بس عايز تريح دلوقتي. قصدك حاجه؟ انا شقيت من وانا عندي 15 سنه حضرتك. من سمعك يا حبيبتي كفايه. احنا كنا بنشقى سوا في نفس المكان على فكره. انا سترونج، بس يعني واندبندنت وومن، وامري الى الله. هنعمل ايه طيب؟ انا وغيري كتير وكلنا بنريح. لسه بدري على الراحه يا هبه، انت لسه صغيره. لا ما انا عايزه مش اريح يعني ابقى كده طبعا. لا يا ايمان بتهزر، يعني بتعمل مبالغه، صيغه المبالغه بتاعت الهزار فيها ملحق. طب انا هسالكم سؤال. بتكلم على يعني ان فكره ان الست تشتغل العند الحميد ده. أيوة. ان مفيش حاجه تعجزها انها. أيوة. تشيل المسؤوليه انها تعدي اي التزامات فوق كتفها، ربنا هيقدرها عليها. فهفرق طبعا. والله ربنا بيعوض وبيبارك، وهي بس طبعاً بتخطي تطلع الاولانيه وبتكمل، وربنا بيعينها طبعا. وخصوصا ان كان عندها بيت وعندها اولاد، سواء بقى يعني زوجها متوفي او زي منفصله او اي مكان ظروفها
اول ما حد بس يبتدي السعي تلاقي ربنا معاه، ايد ربنا معاه طول الوقت، بيوفقه وبيعينه وبيبارك والله في صحته، بيبارك في القليله وبيعوضها في ولادها وتفرح بيهم وتكبرهم غير ناس ثانيه عمالين. زي ما قالت امبارح السيده انصار السيسي في التقرير حتى اللي قدمناه، ست بألف ست، دي واحده من ملايين الستات المصريات اللي هي يطلق عليها ست بألف ست، وعشان كده كان معنا التقرير، وعشان كده كل يوم خلال شهر مارس وخلال السنه كلها زي ما بنقول وبناكد هيكون معانا النموذج المنور اللي يفرح اللي يشجع من ستاتنا المصريات. صحيح.